المسجد ما شاء الله صراحة رائع، رائع جدا وفخامة وضخم ما شاء الله تبارك الله، يعني ساحة الصلاة الداخلية تستوعب أكثر من 43,000 مصلي، وإذا فتحت الساحات الخارجية للجامع فيستوعب أكثر من 120,000 مصلي. الثريا الموجودة في الجامع هي أكبر ثريا في العالم، وزنها تقريبا أكثر من 9 طن وقطرها أكثر من 13 متر. شيء مميز في السجاد الموجود هنا في الجامع أنه تصميم السجاد وصناعته بالكامل صناعة جزائرية، وفي وسط المسجد في أكثر من 16 لوحة فنية، كل لوحة تمثل ولاية من ولايات الجزائر اللي تشتهر بصناعة السجاد، فشيء جميل صراحة وفخم. الأعمدة هذه اللي تشوفونها أنتم الآن هي كلها مجوفة لتجميع مياه الأمطار يعني، وتحويلها وتصفيتها وفلترتها من جديد لإعادة استخدامها في سقي المساحات الخضراء. المسجد يضم أكثر من 3 هكتارات من المساحات الخضراء، مقسمة إلى 16 حديقة صغيرة مزروع في هذه الحدائق أشجار ذكرت في القرآن الكريم. المئذنة هذه اللي تشوفوها الآن خلفي هذه أطول مئذنة في العالم، طولها أكثر من 256 متر تقريبا، وفيها أكثر من 43 طابق، مقسمة إلى 5 أقسام على عدد الصلوات الخمس، 3 أقسام منها تقريبا إلى متحف عن تاريخ الجزائر. في أعلى المئذنة مطل بانورامي على الجزائر العاصمة كلها. موقع المسجد هذا اللي انبنى فيه ما اختير عشوائيا، المنطقة هذه أيام الاستعمار الفرنسي كانت تسمى لافيجري نسبة إلى أكبر مبشر للنصرانية اللي بنى هنا أول مدرسة لتنصير الشعب الجزائري ولنشر دين النصرانية وتغيير دين الشعب من الإسلام إلى النصرانية. ووقف على هذه المنطقة وذكر أين أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه راح ينتهي هذا الدين من هذه الأرض. فكان الرد يعني بعد استقلال الجزائر أن حولت اسم المنطقة بالكامل إلى حي المحمدية، والآن بني فيها أكبر جامع في العالم.